أهلا وسهلا برفا. هلأ بين ما نحن عم ننتظر كمان دقيقتين ثلاثة، رشا عم تعطينا أسامي الموجودين على أساس نقسمهم لغرف. ما رح تتقسم الغرف الآن، بس عم ينتموا لغرف بالأحرى. فيمكن رشا غير اللي ذكرتي، إذا بدك نطلب من الشباب يرفع إيده اللي داخل، يعني لأنه الآن بس عطيتيني التكنولوجي روم، بس عندنا كمان الفولنتير. هلا you know what I'm going to see if I can share that دقيقة معاكي لأني عم بعملها. أوكي. أهلا وسهلا أمين، هلو. وأهلا بالسيد أنس، شرفتنا. ها هي حلوة، تجري الرياح بما تشتهي السفن، وما أحلاها، نحن الرياح نحن البحر والسفن. سلام، كثير حلوة منك أو منك، عفوا آسفة. أنا سلام اسم شاب وصبية، كثير حلو هالمثل. أهلا وسهلا راما، راما شباط. بس راما ليه بتكتب باسمك بالألف؟ راما تا مربوطة. مستغربة ما اجانا لسه بيت شعر من ماهر. ماهر انت عادة رائدنا بالشعر، انت وبشار كمان. فيني قولوا احسن ما انا قاعد بكتب؟ قولوا اكيد. شكرا. لانه بصراحة صعب علي اذا بدي اكتبه كتابة بده يكون طويل. يلا تفضل. اوكي. صراحة هو بيت حنين لنزار قباني، فبيقول: يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فامسحي عن جبيني الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطنشور والكتب. بس بيته ما أحلى، كتير حلو، يسلموا. رشا بس رجاء أنت قولي لي شو هي أسامي، يعني البريك أوت روم رقم واحد، هاي ال بعتلك يا على البرايفت، بس I can يعني كأني بعتت على المسج، ما بعتزعت. البريك أوت روم لحد الآن منصور سيد أحمد أمن المصري. I see the names، بس شو هاي، يعني هاي volunteer. البريك أوت روم، البريك أوت روم تبع هبة دهشة يلي هي حتحكي عن العلاقة بالمكان. The breakout room 2 is the technology اللي بده يحكي فيها تي عن الكريبتوكارنسيز وبيتكوين. والبريكاوت روم 3 حتكون مع سلام يلي بده يحكي عن علاقتنا بالمجتمع المضيف والمبادرات الفردية والتطوع وكيف شو بنقدر نعمل. Okay. يعني they were grouped under these themes in general. وما عدا ذلك يعني other than الناس اللي إحنا بنعرف اهتماماتهم، إذا حدا بيقدر يقلنا شو بيحب، وين بيحب يكون، ممكن نعطيهم دقيقة متى ما بدينا الغرف، بس هي أساسها. فالغرفة الأولى هي بدهشة، الغرفة الثانية تي، والغرفة الثالثة سلام. أوكي سلام. مساء الخير. مساء النور. خيرات. معك أغيض. تمام. أهلاً. هلا فيك خالة وهلا فيك رام. بقدر أفوت على الروم يلي هي فيها الكريبتو كرنسي عن بيتكوين؟ شور هلأ بضيفك. يا ريت. اهتمامي صراحة. That's great. يلا. طيب بتحبوا نبدأ وأنا بعدين أكمل تجزئة الغرف؟ يلا خلاص. فإذا بداية أهلا وسهلا فيكم على ندوتنا اليوم. عنوان الندوة: الأماكن التي نسكنها، أصوات شبابية من اللاجئات واللاجئين حول العالم بفتكر، أو حول إعادة اكتشاف آفاق الممكن. هي إذا حدا بده ترجمة هاي الجملة، فإذا رشا سيدة الترجمة هي اللي رح تحكي لنا شو معناها. بحب رح ترجمها للعربي، بدي ترجمة من العربي للعربي. هي هيك الممكن، أنا لما شفت الممكن خفت. أوكي عيوني.
سو أولاً يعني بحب رحب فيكم كلكم، ويا ريت سهى أزدك تنتقلي لرقم ثلاثة، سلايد رقم ثلاثة. برحب فيكم كلكم وبرحب بشركائنا Migration Jam يلي بدونهم ما قدرنا كنا نعمل هاي الجلسة. وأنا اسمي راما الشقاقي، إحدى مؤسسين الـ VIP Fund، وكتير بيسرني إنه تكونوا موجودين معنا اليوم. بدنا نبدأ جلستنا اليوم كون الأوضاع صعبة جداً بلبنان، بلحظات بس نوقف فيها نفكر فيها عن لبنان واللي صاير بلبنان، ونبعث لأهلنا وأصدقائنا وشركائنا بلبنان يعني مثل دعوات بالسلام وبالإعادة الإعمار والسعادة، والله يفك عنهم صعوبتهم. فمنبدأ لحظة، إذا الكل قاعد يوقف معلش، وبتحبوا تسكروا عيونكم، بتحبوا تخلوها مفتوحة بس لحتى نذكر أهلنا بلبنان للحظات. شكراً لكم جميعاً. ويعني بس بحب أذكر إنه نحن للأسف قسمتنا الحدود، بس بفتكر بغير إرادة أي حدا منا، كلياتنا إنسانية وكلياتنا شعب واحد وكلياتنا عائلة واحدة. وبتمنى دائماً تذكروا هذا الشيء وتعيشوا حياتكم كأنه نحن عائلة واحدة على الأرض إجمالاً. سهى إذا بتحبي ترجعي تحطي لنا السلايدز بس لحتى تغششيني. بفتكر هلأ حابين ننتقل لأحد الشباب اللي بنفتخر فيهم وبنعتز فيهم كتير، غسان حمود. غسان شاب عم بيدرس هندسة لكن عنده هواية موسيقية رائعة، وحابب يعطينا وصلة موسيقى تروقنا وتدخلنا بجو حلو. فهو وإخواته كمان عم بيشاركونا. غسان ساكن بالأردن وعم بيدرس هندسة برمجيات بجامعة الزرقاء. أهلا وسهلا فيك غسان، وتفضل الميكروفون إلك. سهى إذا بدك تشيلي هاي لحتى منحطها على غسان معنا؟ شفته معنا أنا بالأول. غسان سامعنا؟ هو معنا وهو unmute بس ما بعرف إذا عم يسمعنا. يا غسان. أهيو معنا. تفضل، الغرفة عم تستناك إذا بدك تفتح الفيديو تبعك وتبدأ لنا بالوصلة الموسيقية. بس لو يبلش أحمد بكون أنا جهزت وضع الشبكة. أحمد بعت لي من الصبح وقال لي ما رح يقدر، فأنا عدلت. معلش، ممكن ننتقل لشغلة تانية ويرجع لنا غسان، يبدو عنده مشاكل تقنية. يعني شوقنا وبعدين مو مشكلة ننتقل بعدين نرجع. فهلأ بقدم لكم سيدة أمل جبريل، مؤسسة منظمة Migration Jam، وسهى نبهان مسؤولة التواصل، اللي كتير بحب أتشكر لها على جهودها لحضرت لنا هاي الندوة. أمل تفضلي إذا بدك تعرفي عن حالك وعن المؤسسة
وبعدين بنرجع نكمل مع غسان. شكرا جزيلا مدام رما، واحنا كثير جدا ممتنين بالتعاون هذا، ومرحبا لكل شخص موجود معنا اليوم. انا اسمي امل جبريل، انا من الصومال وحاليا عايشه في اثيوبيا. انا مؤسسه مايجريشن جام. فكره مايجريشن جام اكشلي بصراحه جاتني اول مره السنه اللي فاتت، وعلى طول بعد ما الفكره جات بدينا بالتنفيذ، وعلى شهر 10 عملنا اول مؤتمر لينا في اسطنبول. الفكرة جاتني بحكم شغلي مع الشباب اللاجئين في إثيوبيا، وبما أني بشتغل معهم كل يوم لمدة سنتين، بديت ألاحظ كمية الإحباط وكمية السلبية الرهيبة اللي معيشين حالهم فيها بسبب الظروف، بسبب القوانين اللي موجودة في البلد. فقلت لنفسي طيب ليش ما نعمل مؤتمر؟ ليش ما نعم عشان نوثق القصص الملهمة للشباب اللي كتير كمان موجودين؟ في قصص كتير ملهمة بس أصواتهم ما بتوصل، وأصواتهم ما عندهم الصدى زي الصدى السلبي لو حبينا نقول. فبدينا بالمؤتمرات، وبدينا إنه نوثق القصص الملهمة هذه عشان نلهم الشباب، وحابين نلهمهم ونخليهم يسألوا سؤال بسيط. طيب وانتوا اليوم فكروا في السؤال هذا، وانتوا بتسمعوا قصة هبة، بتسمعوا قصة تي، بتسمعوا قصة سلام، طيب هي وهو وصلوا لأحلامهم أو وصلوا للمنطقة اللي هم فيها، أنا إيش ناقصني عشان أوصل لنفس الشيء؟ تمام. أول شخص حابة أقدمه هو تي. تي سوري في هولندا، من أوائل المتبنين للبيتكوين، وهو رائد في استخدام البلوكتشين. هدفه أنه يكسر الحواجز في توارد الأموال والهوية، وقصته جدا 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 ملهمة، وحتستمتعوا بالقصص اللي حيقول لكم إياها. وتاني شخص معانا اليوم من Migration Jam سلام. سلام هو سوري عايش في السودان، وهو سفير One Young World، وعمل مبادرة One Young كسلة في شرق السودان. حاليا بدرس في جامعة كسلة الهندسة الكهربائية، وبرضه بيشتغل ومصور وشغوف بالعمل التطوعي والحلول المجتمعية. فدي نبدا بسيطة عن Migration Jam وعن الناس اليوم جاي تتكلم وتلهمكم إن شاء الله. يسلم وشكرا جزيلا، وأهلا وسهلا فيك كمان مرة وبالشباب والصبايا اللي معاكم، شابات عفوا. طيب هلأ لمحة عن المجموعة تبعكم اللي لسه ما تعرفت على الفي اي بي فند، وكمان للشباب والشابات اللي معانا للتذكير. الفي اي بي فند هي مؤسسة أمريكية أسستها أنا وزميل إلي بأمريكا بعام 2015، بهدف دعم الشباب والشابات اللاجئين والمتضررين من النزاعات اللي صايرة بالعالم العربي وغير العالم العربي. والفكرة كانت إنه كونه عندي خلفية بالتكنولوجيا، نشوف كيف ممكن نخلق لهم جو افتراضي، مجتمع افتراضي يتعلموا فيه، يتعارفوا فيه، ويقدروا يساعدوا بعض فيه لأجلهم ولأجل المستقبل. فأنتوا كلكم صرتوا عائلة معنا بالفي آي بي فند، ونتأمل عن طريق أدسيد والدعم المادي، ولا عن طريق البرامج الافتراضية، ولا عن طريق التعارف، إنه أنتوا تنهضوا بالمجتمع والأجيال القادمة. وهاي هي الفي آي بي فند، وبتمنى منكم اللي بيحب يتطوع ولا يحب يساعد غيره، أهلا وسهلا فيكم جميعا. هلأ بالإضافة إلى المؤسسة، بحب بس أذكر أنه معانا رشا، السيدة رشا أجل يقين اللي كلياتكم تعرفوها، هي أختنا الكبيرة وأمكم، وهي اللي ناهضة بالمؤسسة بما فيها. ومي برازي كمان أحد منظمات هذا البرنامج، أعضاء مجلس إدارة، وهبة سالم عضو مجلس إدارة من فئة الشباب ومنسقة الندوة اليوم. هلأ يمكن هبة، إذا ممكن قبل ما تقدمي هبة دهشة، بس بدي أسأل إذا غسان جاهز صرت؟ إذا لا منكمل. أيوة نعم أم لا غسان حمود؟
طيب خلينا فإذا نكمل. هبة، إذا ممكن تقدمي لنا هبة دهشة، طالبة أدسيد وأول متحدثات اليوم. تمام، شكرا رابا وأهلا وسهلا بالجميع. أنا كثير مبسوطة اليوم بوجود هبة والسلام وتاي معنا. راح نبلش اليوم مع هبة دهشة. هبة طالبة ماجستير بجامعة الأمريكية ببيروت، تخصص تصميم حضري. هي طالبة أدسيد فلسطينية من مخيم عين الحلو بلبنان، وراح تبلش اليوم الويبينار معنا. تفضلي هبة إذا جاهزة. مرحبا جميعا، الله تكون كل أموركم بخير، وكثير مبسوطة اليوم إنه صار عندي هالفرصة لأقدر أحكي عن موضوع كثير بيعنيني، وبحب أشكر Migration Jam و VIP Fund على هالفرصة. أنا اليوم حضرت presentation بسيط عن الموضوع رح أحكي عنه. فيني أعمل share screen معك؟ إيه تفضلي. يلا احنا شايفين الشاشة هلا هبة. اوكي يمكن راحت. ايوه اوكي. الموضوع اللي راح احكي عنه اليوم بيحكي عن علاقة اللاجئين بالمخيم كمكان. هلا اول شيء بس رح اعرف بشكل بسيط عن شو معنى هالمفهوم وشو اهميته. هلا بعلاقه اللاجئين بالمخيم هي عباره عن بعدها مبينه السكرين؟ مبينه هلا. ايه تمام. ايه صار؟ مبيني، بس إذا بتحسي إنه حيأثر على الإنترنت عندك فيك إذا تسمعوني؟ إيه قادرين نسمعك، يمكن بس خلال الـ presentation إذا الجميع بيقدر يسكر الفيديو تبعه ونقدر نسمعك. تفضلي. أوكي. أول شيء بظن خسرنا الاتصال مع هبة. أوكي هلأ بس ترجع هبة، ممكن إنه نكمل. نرجع للوصلة الموسيقية. يا غسان وينك؟ مرحبا. هلأ طيب ضل 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 معنا on hold، استنى شوي. هلأ مرحبا هبة. تفضلي هبة. صار في مشكل بالنت، قطع النت فجأة فصل. أوكي رجاء إذا الكل يسكر الفيديو بس لتخلص البرزنتيشن، لتخلص العرض. اللي عم بحكي فيه اليوم المفهوم علاقة اللاجئين بالمخيم هي علاقة أكتر بتكون بين المخيم كمكان من ناحية النسيج العمراني أو البنى التحتية، طرقات، أماكن عامة، مع من جهة تانية مع الإجراءات اللي عم تتخذ لتحسين هذا المكان ليلبي حاجات الأساسية للاجئين. هلأ هذا المفهوم أول ما بلش كان فينا نوصف هالعلاقة مثل علاقة جدلية، باعتبار أن المخيمات أماكن مؤقتة، فكان السؤال ليش بدها تتحسن وليش بدها تتأهل لتستوعب حاجات اللاجئين. بس إجا هذا المفهوم ليأكد على أن المخيمات صحية أماكن مؤقتة، وكرمال هذا كرمال هاي الفكرة لازم يصير في تحسين لها لتقدر تستجيب لاحتياجات اللاجئين بقلب المخيم. ها هو المفهوم علاقة اللاجئين بشكل مختصر. في كتير مقالات وكتب مكتوبة عن هذا المفهوم. هلأ شو أهمية المفهوم؟ عنده شغلتين أساسيتين هني بيترابطوا مع بعض. بس أول فكرة هي أنه هاي العلاقة بتصير بتولد إنه بصير اللاجئ جزء من المخيم.
فبصير مسؤوليته قدام العالم انه يبين احسن صورة عن هاي المخيم، وهذا الشيء بتم اكيد عن طريق المبادرات او اي تطوع بيصير بالمخيم ممكن يحسن حالة المخيم للاجئين. من الناحية الثانية هو بيساعد بتنمية الحس المسؤولية الاجتماعية عند اللاجئين، كونهم عم ينتموا لجزء معين من هذا المجتمع بقلب المخيم، ففي هول الفكرتين هي المسؤولية الاجتماعية واعتبار اللاجئ جزء من المكان، هم اثنين شغلتين مترابطين مع بعض. هلأ ليه أنا عم بحكي عن هذا الموضوع اليوم؟ هذا الموضوع بيعبر عن القصة رح أحكي لكم هي عنها هلأ. بس أول شيء رح أحكي لكم أنا وين ساكنة، وبعدين حننتقل للمبادرة اللي أنا بلشت فيها وبعدني عم بشتغل عليها بقلب مخيم عين الحلوة. هلأ أنا ساكنة بمخيم عين الحلوة اللي هو بصيدا جنوب لبنان. مثل ما عم نشوف مخيم عين الحلوة هون باللون الزهر، هذا مش بس حدود المخيم، هذا عبارة عن حائط اسمنت بحوط المخيم وبالتالي بيعزله عن مدينة صيدا. ومساحة المخيم عبارة عن 1.5 كيلو متر مربع، مساحة صغيرة بالنسبة للكثافة السكانية الموجودة فيه اللي هي 80,000 نسمة بقلب هالمساحة، يعتبر اكتظاظ سكاني كتير بنسبة كتير عالية. اللاجئين بيمثلوا 38.5 من عدد سكان صيدا، فبالتالي هذا المخيم على قد الكثافة السكانية العالية اللي فيه والمساحة هو من أكبر المخيمات. هول العوامل خلوا هذا المخيم يصير اسمه عاصمة الشتات الفلسطيني. وبالإضافة ما فينا ننكر أن المخيم عين الحلوة له دور كتير كبير في إنعاش الاقتصاد بمدينة صيدا بالمحلات الموجودة فيه، المحلات التجارية أو سوق الخضرة، كل هول المؤسسات الصغيرة كان لها دور كتير كبير بإنعاش الاقتصاد بمدينة صيدا. بس بالرغم من هول العوامل أكيد المخيم عنده مشاكل بالبنى التحتية بتشابه مع كتير من المخيمات بلبنان، من أهمها وكل أغلب المشاكل كان سببها هو الاكتظاظ السكاني بقلب المخيم. يعني إذا بنشوف شبكات الصرف الصحي غير مؤهلة تخدم العدد الكبير من السكان، بالتالي هي أصلاً صارت قديمة ومنها صالحة لتقدم هالخدمة. نرجع على شبكات الكهرباء اللي هي كمان بالنسبة لعدد السكان الكبير صارت عشوائية ومش منظمة، وأغلب الأوقات بس نمشي بأي مخيم في أسلاك الكهرباء بتكون واقعة على الأرض وبالتالي بتهدد حياة كتير من اللاجئين بقلب المخيم. وثالث شيء عندنا عدم وجود مساحات عامة للترفيه، هو أصلاً سببه مثل ما عم نشوف بالصورة هون، هاي صورة من مخيم عين حلوة من فوق عم تبين كيف التوسع أو الكثافة السكانية بقلب المخيم، فتقريباً كل البيوت ملزقة ببعض، بالتالي هذا أدى إنه الطرقات بقلب المخيم تكون كتير صغيرة وأنجأ تكون مثل بنسميها زروب أو طريق كتير ضيق. فهول العوامل والمشاكل اللي عم بيعاني منها المخيم أنا أخذتهم استعملتهم كفرصة، كانوا هن السبب أني قررت أدرس ماجستير بالتصميم والتخطيط المدني بالجامعة الأمريكية. كان ما بدي بس ألاحظهم كوني عايش بالمخيم، بالعكس كان بدي أتعلم كيف هذا المخيم تطور من أول ما بلش لهلأ، وكيف شو من الطرق اللي فينا نستعملها لنحسن هذا المخيم. هلأ بعد ما درست سنتين بالتخطيط المدني وصلت لمثل كيف بقولها conclusion، مثل خاتمة، إنه صار عندي اهتمام بالجانب الإيكولوجي اللي هو خاصه بالبيئة بالتخطيط المدني بالإضافة للمساحات العامة. فأنا بس ما نسيت بنفس الوقت شو السبب اللي خلاني إني بلش بهالماجستير اللي هو المخيم. فقررت عن طريق رسالة الماجستير اللي أنا هلأ بعدني عم بشتغل عليها بعدني ما خلصتها، أساعد مخيم عين الحلوة عن طريق أنا المبادرة اللي عم بشتغل عليها، عن طريق إعادة تأهيل لنهر مثل ما عم نشوف نهر تحت مخيم عين الحلوة، وعن طريق إعادة تأهيل لهذا النهر حيصير في تأمين لمساحات عامة للاجئين الفلسطينيين اللي بقلب المخيم.
إذا عم تسألوا ليش المساحات العامة عم بتكون برا المخيم، هذا الشيء صار عن قصد كرمال اللي كنت عم بحاول إنه يصير فيه انخراط، ومش اندماج بس إنه انخراط أكتر بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع اللبناني. بنفس الوقت هول الأماكن العامة يكونوا قريبين على المخيم. هلأ شو يعني مساحات عامة بالنسبة للاجئ عايش بمكان مكتظ ما عم يقدر يتنفس؟ وفيه أماكن عامة هي مساحة مفتوحة مأمن فيها احتياجات بسيطة ليقدر الأهل وأطفالهم يقعدوا ينبسطوا ويتنفسوا شوي من هالمكان الضيق اللي هن عايشين فيه. بس على قد ما هو المفهوم المساحات العامة بسيط، على قد ما هو صعب يتنفس بعالمنا اليوم، لأنه دائماً بنشوف أي مساحات فاضية بتروح دائماً للعمران، بيصير في تفضيل للتوسع العمراني على أنه يكون مساحة عامة آمنة مفتوحة للعالم لتقدر تستعملها. فهي هي المبادرة اللي أنا عم بشتغل عليها، وهو اقتراح أكتر بعده اقتراح، مجرد اقتراح عن طريق رسالة الماجستير، وهو كان هدف من أهداف رسالة الماجستير اللي بعدنا عم نشتغل عليها. وتقريباً هذا اللي عندي. شكراً كثير. شكراً كثير هبة. أوكي، وهلأ رح نسمع من تاي رجولة، لاجئ سوري سابق من هولندا. كمان إذا بتحب تاي تعمل شير للسكرين إذا عندك برزنتيشن. يعطيكم العافية جميعاً، وبدي هنيكم على الالتزام باللغة العربية بالتحضيرات وما وراء الكواليس اللي كانت عم تصير الأسبوع الماضي. كان في تشديد كتير إنه يا جماعة ما حدا يعني يحكي إنجليزي أو يحكي بلغة أجنبية. شكراً على الاستضافة، 44 مشارك، يعني هيدي من الأرقام الكبيرة اللي أنا مشارك فيها بالأونلاين، بالأونلاين الاجتماعات اللي بتصير أونلاين. اسمي توفيق، بهولندا صعب ينلفظ حرف القاف، فمشان هيك بستخدم أول حرف من اسمي توفيق اللي هو تاي بالهولندي. أنا سوري الأصل، الوالد من دمشق، تربيت بلبنان ببيروت ودرست وتخرجت من الجامعة وطلعت على الإمارات لأشتغل. جاني عقد عمل على هولندا سنة 2010. أكيد ما فكرت بثواني قلت لهم إيه، وطلعت على هولندا واشتغلت لمدة 4 سنين. بال2014 عقد العمل انتهى وطلبت مني دائرة الهجرة والجوازات أني أرجع على مطرح مجيد، من مطرح مجيد. فشرحت لهم أنه أنا مواليد الكويت، الوالد سوري ولكن ساكن بلبنان. فبما أنه جواز السفر كان حينتهي بخلال 6 شهور، مش مسموح كان أني أطلع بالطيارة على أي بلد. هاي أول نقطة. وثاني نقطة إنه أي بلد أنا بدي روح عليه بده فيزا، فالحل الوحيد كان إني أنا أقدم لجوء. طبعاً فكرة تقديم اللجوء، التحضير النفسي اللي بيصير شيء هائل، وما يعني ما بدي أحكي عنه لأنه أنتوا أصحاب التجربة، ولكن اللي مثل ما بيقولوا أنا كانت تجربتي مختلفة، لأنه أنا قدمت لجوء وأنا بقلب هولندا، يعني ما مرقت بالتجربة الصعبة يلي كتير ناس مرقت فيها لتوصل على أوروبا. وطبعاً ما في تحضير للمكان يلي اللاجئين لازم يجوا عليه، بخلاف مثلاً
بسكني ببيروت، زرت مخيم عين الحلوة وزرت مخيم برج البراجنة، ولي أصدقاء هناك وبروح معي على المدرسة وبروح معي على الجامعة، ونعمل كنا نعمل يعني مثل بقولوا مشاريع للجامعة سوا. فبعرف شو كيف وشو هو المخيم، ولكن بالمفهوم بأوروبا المخيم كان شيء مختلف كليا. هيدا أول مخيم أنا قعدت فيه. رقمي كلاجئ بهيدا المخيم كان 001 أو 001، يعني أنا كنت اللاجئ رقم واحد اللي بفوت على هيدا المخيم. وهيدا الصورة اللي شايفينها هي بالأساس معرض لتدريب الكلاب، ومعرض بيعملوا فيه مسابقات مين أجمل كلب ومين الكلب اللي بيسمع كلمة صاحبه وهالأمور هاي. فغير مجهز إنه يستقبل لاجئين. فمثل ما شايفين الاتخوتي على الأسرة على يعني عد يعني قد ما بتشوف عينك لآخر الصالة، كان في تقريباً 400 سرير دبل، يعني نحكي نحن 200 سرير مزدوج ومفتوح على بعضه، ما في خصوصية، ما في إنترنت. الحمام كان برات هيدا المكان، يعني اللي بده يتحمم أو بيفوت على الحمام لازم يطلع برات المخيم لا يقدر يتحمم. طبعا برد، الأضوية كانت تنطفى الساعة 10، وجدا يعني مكان كئيب، وطول النهار عم نسمع قصص العالم، عم نسمع العالم كيف اجت على هولندا، يلي اجا بالبحر، يلي اجا بالطيارة، يلي اجا مشي، في ناس اجت مشي من ألمانيا على يعني سوري من اليونان على هولندا. الصورة الثانية اللي بشارككم فيها هي صورة الثاني مخيم عادت فيه، يلي هو كان المحكمة الدولية، سجن المحكمة الدولية بهولندا. هيدي الصورة هون أنا بلشت بالإنيشيتيف تبعي أو بالشركة تبعيتي، جتني فكرة تأسيس شركة من هيدا المكان الصغير، ولكن كان أكيد في وجود للإنترنت وكان في وجود لللابتوب، وأنا ما كان معي لابتوب حتى طلبت لابتوب. فعرفت أنا شو بدي أطلب من الناس اللي عم تدير المخيم لا أقدر أسس هيدي الشركة. ففينا نحكي عنها يمكن بالغرف بعدين، ولكن رسالتي اليوم هي انه صحيح الاماكن محدده، ومثل ما مدام رما حكيت انه نحن باختلاف الجغرافيا تبعيتنا اليوم في يعني مثل ما بيقولوا منصه تواصل عالميه، واليوم منصه التواصل العالميه ما عم تسمح لنا بس انه نتواصل بالحكي، ولكن فينا نتواصل بالقيمه، او بنقولها بالانجليزي بالفاليو، بالقيمه، بالمال، بالمصاري، هنحكي عنها بعدين بالغرف إن شاء الله. بدي أتشكركم كثير على الحضور، وبعطي الأرضية لهبة أو سهى أو مدام رمى. شكراً تي، وهلأ رح ننتقل للمشاركة الثالثة وهي الأخيرة مع سلام كنهوش، لاجئ سوري مقيم حاليا بالسودان. شكرا سلام، وشكرا مره ثانيه لهبه وتي. تفضل سلام اذا بتحب تعمل شير. نعم، ما عم نسمعك.
سلام، احنا مو سامعينك لسه. سلام، سامعنا؟ سلام؟ لا، هو سامعنا شكرا، عم يكتب بس احنا ما عم نسمع للأسف. بظن في مشكلة بالصوت عندك سلام. هيك كويس؟ ايوه. طيب شكرا يا هبة وشكرا تي، وان شاء الله آثاركم تظهر للناس وبتعرف تجاربكم العظيمة، وأنا راح أبدأ شيرينج. هيك شايفين؟ إيه تمام، تفضل. السلام عليكم، أنا سلام كنهوش، عمري 28 سنة. اليوم بدنا نحكي مع بعض عن اللجوء كتجربة والهالة الإعلامية تبع اللجوء. كل شخص بيكون عنده انطباع سابق عن اللجوء، وفي عملية اللجوء دائما في مجتمع جديد انت راح تسكن فيه، غالبا حيكون مختلف والثقافه مختلفه، وانت كشخص انوجدت بهالمكان شو ممكن تعمل؟ هل انت حتكون الطرف الضعيف دائما، ولا ممكن تعمل شيء يفيدك ويفيد المجتمع اللي حولك؟ بالنسبه لموضوع اللجوء، بتكون ماشي بحياتك عادي. هاي الصورة إلي بشهر 12 2015، عندك أهدافك، عندك خططك لحياتك. فجأة هاي آخر صورة إلي بمطار دمشق بعد أقل من شهر من الصورة الأولى، فكانت على عجالة، وتاني يوم صباحا في السودان أنا صورت هاي الصورة. فاللجوء ممكن يكون فجأة غير مخطط له، ظروف بتجبر الأشخاص. ف أنا وصلت السودان، ما بعرف أي شخص، ما بعرف أي وسيلة تواصل، ما حد استقبلني من المطار. كل اللي بعرفه هو بحث عن السودان في جوجل. عرفت إن السودان فيه حرب وفيه فقر ومجاعة وفيه مشاكل وفيه مشاكل صحية، لكن ما كان عندي خيار، وعلى السفر سريعا فكان جيت السودان. في أول يوم بحث من الساعة 7 صباحا لحد 4 مساء، قدرت لاقي مكان أسكن فيه. سكنت مع مجموعة من الشباب، طلعت معهم زي أسبوع. خلال الأسبوع تعرفت على الآراء السلبية جداً والانطباعات السيئة عن المكان اللي هم قاعدين فيه. بالنسبة لهم السودان هو كان يعني محطة، وما حتقدر أنت تعمل أي شيء في السودان، تأكل تشرب، ما في أي فرصة لك في الحياة في السودان. وطبعاً الآراء كانت دائماً جماعية. فبعد أسبوع من وصول السودان جاتني فرصة عمل برا الخرطوم، اللي كانت على بعد 600 كيلومتر في شرق السودان. فخلال هالفترة كان عندي تفكير انه انا شو اعمل؟ انا ضل قاعد بهالمكان، في مجتمع بيفهمني، في ناس بيفهموني، بيعرفوا الصح من الغلط، اللي انا بالنسبة لهم صح وغلط بيعرفوه، يعني الاراء مشتركة، ولا اطلع لمكان جديد غالبا حيكون مختلف، حيكون فيه ثقافة جديدة، حيكون فيه عوامل جديدة انا ما بعرف عنها لسه اي شيء. قراري في النهاية كان اني اخذ الفرصة، لانه انا جيت على السودان، المفروض السودان لو ما ضاف لي اي شيء، او ما ضاف لي انا كانسان او تجربه شخصيه، ما ضيعت زمن يعني. فكان قرار اني اسافر. سافرت واجيت على كسلة، وكسلة هي مدينه في شرق السودان. من 2016 لحد اليوم انا قاعد فيها. هاي الصوره من 2016. جمال المكان كان دائما بالنسبه لي يعني حاجه مميزه. طبعا المجتمع كان مختلف والثقافه مختلفه جدا. جبت لكم صوره تبين لكم الاختلاف نوعا ما. هاي الصوره اللي باللباس السوداني في شرق السودان، اللي هو جلابيه بيضاء فيها صديري اللي هو الفيست، ومعه السيف والافرو. فبالنسبه انا كشخص كنت دائما مختلف عن الناس الباقين، ولما يقولوا لي خواجه، خواجه اللي هو شخص مغترب، غالبا يشار له الشخص الأجنبي أو الإنجليزي تحديداً في فترة الاستعمار. فأنا كنت قدام تحدي من 2016 أنه لازم أشتغل، أكل وأشرب، وبعدين أدخل الجامعة. 2016 أنا كلها قضيتها في أني أحاول لاقي شغل ودور على فرصة العمل اللي بتناسبني ومهارات أتعلمها علشان أعيش. في بداية 2017 قدرت أني أدخل الجامعة بمساعدة أصدقاء قابلتهم في كسلة،
وعملوا لي تبرعات مادية إني أقدر أدخل الجامعة. في 2017 كانت عندي أول تجربة تطوعية مع شباب سودانيين اللي هي كانت تدريب فتية سودانيين في كرة السلة. التجربة هاي أضافت لي كتير بما أنه أنا كنت لاعب سابق في كرة السلة في دوري سوريا، فقدرت بمهارتي السابقة أني أعلمهم شيء، وبالمقابل أنا قدرت أفهم الثقافة أكثر، أفهم طريقة تفكير الشباب، فرص الموجودة في المجتمع الحالي. فلما طلعت من التجربة الأولى تاع التطوع لقيت أنه أنا استفدت أكثر بكثير من الشيء اللي أنا قدمته. أنا فهمت المكان أكثر، فهمت طبيعة تفكير الشاب السوداني التقليدية. هذا قاضي نمشي طبعا مرة ثانية في مبادرة أخرى اللي هي كانت إقامة أول مؤتمر لتيدكس في شرق السودان. وهاي المبادرة تعرفت على ناس جديدة واستفدت أشياء جديدة وانتقلت لمرحلة جديدة ثانية. ففي 2018 وصلت لدرجة أنه أنا فكرت أني أعمل أول مبادرة بالنسبة لي في السودان، أني تجربتي اللي تعلمت فيها كيف أعمل بزنس ولاقي الفرصة وطلع منها مصاري واستثمر شغلات ما واضحة للناس أنها ممكن تكون فرصة تاع بزنس. فعملنا مبادرة اسمها ونين كسلة. ونين كسلة في 2018-2019 قدرت تدرب أكثر من 1000 متدرب ومتدربة. ركزنا على ريادة الأعمال والابتكار والقيادة والتغيير. ففي نهاية 2018 قدرت سافر على هولندا. وبعد ما خلصت التجربة تبعي في هولندا أنا قلت إني راح أرجع. لما رجعت كان في دائما آراء سلبية إنه أنت قطعت البحر وقطعت الصحراء وصلت لهولندا ورجعت راجع، أنت مجنون، أنت أنت أنت. فالكلام السلبي كان كثير بالنسبة لي الفترة هذيك مزعج، لأنه أنا بالنسبة لي كان أنا عندي تجربة حاليا بخوض فيها وبدي استمر فيها لنهاية، وتجربتي مرتاح فيها وما بيهمني المكان اللي أنا فيه إنه حيقدم لي شيء، أنا اللي بقدر أقدم المكان ما هو المكان اللي حيقدم لي. كلاجئ في البداية كنت رافض فكرة إنه أنا يطلق علي اسم لاجئ بسبب الهالة الإعلامية الكبيرة اللي كانت موجودة خلال أول سنين بالسودان، إنه اللاجئ هو شخص جائع، هو شخص فقير، هو شخص ذو حاجة، هو. فأنا كنت ما بحب هالصفات تسقط علي من لا شيء. فبعد تجربتي في السودان في الأربع سنين ونص الماضي بشوف إنه أنا كلاجئ قدرت أعمل كل هالشغلات اللي قدامكم، إني أعمل أول تيدكس في شرق السودان، عملت مبادرة لعكس السياحة في جبال التاكا، كانت أول مبادرة لتوثيق جمال الطبيعة في شرق السودان ونصور وننشر، وكانت عندها يعني أثر إيجابي كبير. قدرت أتكلم في تيدكس مدني عن تجربتي كلاجئ في السودان وكيف قدمت كلاجئ إضافة للمجتمع اللي أنا فيه. فزنا ببطولة السودان لكرة السلة، سافرت هولندا وسافرت أوغندا عشان أشتغل مع لاجئين من جنوب السودان في المعسكر ونعمل بزنس. أكثر من 6 مشاريع نجحت الحمد لله سنة 2019. فحاليا أنا بقول أنا كلاجئ فخور أن يكون لاجئ لو أنا بقدر أعمل هالشغلات كلها. وأنت كأي شخص موجود حاليا معنا ما بيهم المكان اللي أنت فيه، بهم طريقة تفكيرك وبهم كيف أنت حتستثمر الفرصة وتتجاوز العقبة اللي قدامك وبس. وشكرا. وهي الصورة بثقافة مختلفة اللي هي من كوريا الجنوبية، صديق اللي قال لي هاي معناها حبكم، فشكرا لكم. شكرا كثير سلام، وشكرا كثير لهيبة وتي سلام. سمعنا منهم قديش مهم نكون مندفعين لنحسن المكان اللي احنا فيه ونقدم له شيء، وكيف نتجاوز الحدود المكان اللي احنا فيه. وهلا رح نقسم ضيوف على 3 غرف مثل ما قالت رشا، كل واحدة منفصلة وفيها احد المشاركين. الغرفة الاولى مع هبة نتناقش فيها علاقة المكان، الغرفة الثانية مع تي بموضوع التكنولوجي ورح نركز على البلوك تشين والبيتكوين ومواضيع ثانية العلاقة بهذا الموضوع،
والغرفة الثالثة رح تكون مع سلام بموضوع التطور، أهمية التطور ودور اللاجئ بتطوير المجتمع مثل ما حكى هلأ. فيمكن هبة ممكن نسمع هلأ لغسان قبل ما نفوت على البريك أوت رومز، مشان بس نطلع نكون مركزين لأنه غسان صار جاهز إذا ما عندكم مانع يا شباب. أوكي تفضل غسان. مرحبا، أهلا فيك، يعطيكم ألف عافية. بعتذر يعني تأخرت أنا بس خلصت. سمعكم إشي هيك من التراثيات. نعم سرى طيف من أهوى صوت واضح؟ تفضل. ماشي لأنه عم بيعلق شوي عندي. بس ثانية واحدة. هو فعليا عم ينعمل ميوت للصوت وينشال يعني. مو مشكلة، بركي رجعنا جربنا غسان بعد الجلسة تبع ال هيك تمام؟ اوكي تفضل. اوكي ماشي. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. لولا الهوى لولا الهوى لم أرق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم. يا روح يا طيرتي يا حمامة انزلي ثم اروي الهام. هاتي لي من حب على ما سعى وخاتم الماس
اكفى عذاب حرام والله انا وانا على دين جننتيني انا على دين جننتيني وعلى دين العيش حرام والله يا طير طيري بوادينا واحكي له علم جميل قولي له حبك وينا الأسمر أبو الخال اكفى عذاب حرام والله أنا على دين جننتيني أنا على ديني جننتيني على دين العيش حرام والله شيخ كيف هيك؟ شكرا. شكرا لكم جميعا. عاش عاش، شكرا كثير لك غسان. طيب هلا بدنا ننتقل، يعطيك الف عافيه، بدنا ننتقل للغرف. انا رح افتح الغرف، رجاءا بس تدخلوا على الغرفه، انتظروا لكم شوي بس لانه لسه في ناس ما محطوطين، يعني ما قالوا انه غرفه بدهم يشاركوا فيها، فاعطونا بس دقيقتين لحتى نبعث لكم الباقي. تفضلوا. ورجاء من اللي لسه ما دخل على غرفة بس يقول لي هلأ، أي حدا بده يدخل على غرفة التطوع يرفع إيده لو سمحتوا، اللي لسه معي غرفة التطوع ارفعوا إيدكم. اوكي خديجة، طيب هلا اللي بده يدخل على غرفة التكنولوجيا يرفع ايده لو سمحتوا. راما بس اعطيكي اللي حطيتهم انا بالتكنولوجيا والباقي اللي بيروح بيان. اوريدي حطيتهم هم. اوكي خلص اوريدي. اوكي هلا مين لسه من اللي باقي معنا؟ عنا دانيا الكتاب الخطبة على روم 1 مع هبة دهشي، دانيا وإناس. اوكي سو دانيا راحت، بقي حنان سرحان روم 2 بدها مع البيتكوين. اوكي راما شباط كمان مع روم 1. هعد لك أنا اللي بعروم وان، هي منصور سيد أحمد، زيزو راضي بس بعتقد عروم ثري، خليه على روم ثري، هي شخصيته أكثر، إذا هو بده شيء تاني ما في مانع، بس ما حكى لأنه تمام. وأنا مع عروم ثري. سودان أوكي سودان alright. مي أنا ما بتفرق معي، شوفي وين الروم المناسبة بتروح عليها، ما بتفرق وين في عدد ناقص لسه. اوكي سامية عمر، السلام عليكم. عمار المصري، استاذة راما انا في روم واحدة. طيب ضل هلا عنا سامية عمر، هبة سالم، أمل جبريل، وريما جودة. أنا مع سلام روم ثلاثة. أمل نام فولنتير روم.
سامية عمر رغد. بس إذا سمحتوا في مجال صوتوني للرقم واحد كأنه بس فتت طلع رجع طلع. أوكي هبة سالم room one please. Thank you. أمل وسامية عمير وريما جودة ورغد لازم تقبلوا الدخول على الغرفة. مرحبا. يمكن هبة هلأ بدأتوا الغرفة يعني الكل صار موجود عندكم. مين هبة سالم أنت موجودة بالغرفة؟ بس كأني أنا هون بس هبة دهشة. هلأ هبة دهشة المفروض تكون معكم إلا إذا الكونكشن تبعها صار فيه إلى مشكلة. خليني ارجع اطلع على الغرفه العامه. خلي ابعث لها مسج كمان بتاكد. اوكي سلام. شوفه مميز وقت اللي مسافر على بلاد الأخرى إنه أيام إحنا بنحكم على البلاد إنه هاي بلد فقير هاي بلد حروب، لكن بتتعرف على الأشخاص بتشوف إنه عندهم مهارات بالحياة وبالتقدم لقدام عظيمة كتير كتير، فكتير مبسوطة بتجاربكم. شكرا. في حدا تاني؟ أنا هلأ شاركتكم معرفة السؤال. سلام أنا هلأ شاركتك معرفة شو السؤال. ف إذا بدك لسه عم نتعرف كنا. أوكي تمام. طب بس حبيت أقول لك يعطيك العافية على شغلك وكتير حلو المبادرات اللي عملتها، وأكثر شيء عجبني إنه في أشياء بالطبيعة وكمان إنه اشتغلت على تيدكس، فبركي الجلسة الجاية بتجي بتحكي لنا عن هذول الشغلات بتحديدا. طوال يا زولا. شكرا يا زولا. بيستخدموا زولا. سلام. أيوة. بيستخدموا كلمة زولا. بعرف زول. أيوة. يا زولا ما زولا بيستخدمه كمان. أنا اسمعني لقلك أنا من تبع أنا عندي اختصاص السودان، فيعني رجاءً أوعك يخطر لك أنك أنت بس الوحيد اللي دخلك من السودان. داج السرد وليب ومحمد الأمين واللي بتريده. قلت لأنا استبعنا، قلت له اسمع عم هذا الأمين؟ عم قال لي لا 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 أشوفك بكرة في الموعد. لا ما هو باين في العيون أنا. فقال لي لا أنا كل شيء قبلته إلا الموسيقى، أنا كتير حبيت الموسيقى السودانية. فأنيوي هذا موسيقى فرحية تماما. فماشي، في صديق لي كان أخو فنان مشهور كتير بالسودان اسمه عثمان وقيع الله. عثمان كاتب المصحف بإيده بتخطيطه، هو من أوائل رواد المدرسة الحروفية بالرسم،
واللغة العربية. شوفوه لأنه شغله معروض بمتحف لندن للفنون الإسلامية، يعني دوروا عليه بيصير واحد شوفوا حتى بيكون اسمه. حلو. بس أهلا وسهلا فيكم. عادل سجل عندك عشان نمشي نبحث عنه. يلا يلا. عثمان من جوبا بعتقد. إني أصلهم من جوبا. طيب. بتوقع نقدر نبدأ هلا؟ تفضل تفضل. إيه. طيب في عنا نقاش صغير حيكون في أسئلة، ولو في حدا عنده أي سؤال ممكن نتشارك، الموضوع حيكون تفاعلي. ففي عنا أول نقطة راح نحكي إنه أنت كإنسان شو هي قيمتك كفرد والمبادرات أو المساهمات اللي ممكن أنت تقدر تقدمها للمجتمع اللي أنت عايش فيه، كان أنت عايش في بلدك أو عايش في مجتمع مضيف بالنسبة لك كلاجئ. في شخص بيحب يشاركنا أفكاره؟ هادي أحمد تفضلوا. معلش يا سلام، معلش يا سلام، ممكن تعيد السؤال ثاني وتوضحه؟ طيب أنت كإنسان شو هي القيمة أو ما هي القيمة اللي عندك اللي ممكن تشاركها مع المجتمع اللي أنت فيه؟ نعم ممكن أجاوب. أنا بالنسبة لي كلاجئ حاليا بمخيم الزعتري، بالنسبة لإمكانياتي حاليا مثلا الشيء اللي بقدر أقدمه مثلا بتوقع مادة علمية. حاليا أنا من فترة طويلة مشارك دائما في عندي أطفال بيجوا بتعلموا، فهذا اللي بقدر أقدم لهم إياه، لأنه في أعداد كبيرة منقطعة عن الدراسة، في أعداد لا تبالي يعني بالنسبة للآباء والأمهات لا تبالي إن كان الطفل بدرس أو ما بدرس، فشيء طبيعي. ولكن أنا من باب المبادرة بتعرف الأطفال بتلم بعضها، فعندي تقريبا كل أسبوع من يومين لثلاث أيام بيجي الأطفال بغضوا بعلمهم بشكل مثلا يعني مش مادة واحدة، مثلا رياضيات إنجليزي عربي الشيء اللي أنا بقدر عليه. ما شاء الله. في مادة معينة بتعلمها ولا بشكل عام؟ لا لا تعليم كامل. مثل ما قلت لك بالضبط، يعني هم بين الصف السادس السابع رابع ثالث، فبيعانوا كثير. مثلا في منهم مثلا بيعرف شيء يقرأ لحد الآخر، في منهم خلط بين الباء والداء مثلا، فهيك يعني. الله يعطيك العافية. الله يعافيه. سلام، أنا حطيت الأسئلة على الشات for everyone مشان يضلوا يرجعوا لها إذا حبوا. الأسئلة okay. اللي كانت إذا يعني مش هاد بيساعد إنه يرجعوا عليها، بس أنت طبعا طرح يعني، بس حطيت لهم ياهم مشان كمان الكل يقدروا يفكروا فيها. طيب في حدا عنده إضافة تانية أو حدا عنده إضافة في أي سؤال من الأسئلة الموجودة حاليا في الشات؟ صار في قفزة نوعية بهذا المجال. فاليوم التكنولوجيا بقطاع المال عم تسمح لنا أنه نعمل نفس هذه القفزة ولكن بالاختصاصات المالية. فشو نحن شو بنقدر نعمل؟ نحن كمجموعة هون بهذا الزوم، وهيدا شيء أنا يعني ما مثل ما بقولوا ما قدمته لمايجريشن جام ولا حكينا فيه مع مدام راما ومع الهوستس اليوم، ولكن انا حابب انه بما انه في يعني بعد ما حكيت معكم وشفت محمد وباقي الشباب والصبايا يلي حابب يدرس هيدا الموضوع، انا من عندي شخصيا بقدر اقدم وقت ونعمل مجموعه وندرس موضوع البيتكوين بشكل علمي، مش بشكل انه حط مصاري لتصير مليونير. هيدا الشيء منه موجود بالبيتكوين. اوعى حدا يقول لك او يقول لكم اعطيني مصاري بعملك مليونير بالبيتكوين، هذا الشيء مش مزبوط.
العلم والعلم الأونلاين هو يلي يغير بحياة الإنسان إن كان لاجئ أو غير لاجئ. وعلى فكرة الكوفيد بما أنه عفواً ما تأخذني بس أنا داخلة على السريع وبدي أرجع أطلع. إذا ممكن أوكي. تكون جلسة تفاعلية وتخلي الشباب يسألوا أسئلة أكيد. إذا عندهم توجيهات قد ما ممكن. شكراً أكيد. حاسس بعضهم بدهم يسأل تكرمي. فكنا عم نقول موضوع الكوفيد هو وضع كل إنسان ببيته إن كان لاجئ ولا غير لاجئ، وجبرنا أنه كلنا نستخدم الإنترنت ونستخدم التكنولوجيا لنتواصل. فأنا هيدا اللي كنت حابب أقدمه كمقدم اليوم. ومثل ما قالت مدام راما اليوم سيشن تفاعلية، فما حدا يستحي. وشو عندكم أسئلة فيكم تسألونيها، وأنا بدي بلش يعني من عندي من سؤال. هل حدا منكم عنده محفظة بيتكوين أو سامع عن البيتكوين أو فياريت؟ حدا يجاوبني. تمام سامعني هيك؟ سامعك. بالنسبة لي صراحة أنا كان عندي تجربة مع البيتكوين وتعاملت معها. بداية التجربة تبعي كانت بال 2016، كنت داخل فعليا بتدريب لمنظمة ألمانية عملته بجامعة الأميرة سمية بالأردن. فوقتها عرفنا عن البلوكتشين، عن البيتكوين. وقتها فعليا عملنا محافظ بيتكوين، وأنا اشتريت يعني أذكر اشتريت ب 200 دولار بيتكوين. فوقتها يعني استخدمتها. بعديها أعطونا كتاب غالباً تعرفه، البيتكوين ماستر، تمام؟ فقرأت منه شوي، عرفت شو هو البرايفت كي، البابليك كي، السيجنتشر، ديجيتال سيجنتشر، عرفت الهيكلية العامة للبلوكتشين، تمام؟ والشوي عن الهاشينج. أخذت نظرة، طلعت برا البيتكوين، أخذت لأنه بتعرف أنت البيتكوين هي أحد استخدامات يلي ممكن نطبقها نحن بالبلوكتشين. أخذت نظرة عن الاستخدامات الثانية للبلوكتشين، أخذت نظرة عن الإثيريوم، استخدام العقود الذكية، تمام؟ عملت حسابات على منصة البيتريكس، تمام؟ بلشت فعلياً أتداول شوي، أقسم فينا نحكي الأرباح تبعي، مش مثل هيك. واجهت صعوبة ولحد اليوم بعدني مواجهة للأسف، كوني شخص سوري فالحساب تبعي على البيتريكس تقفل، تمام؟ وخسرت المبلغ اللي عليه. ومن وقتها صرت شوي هيك بالإحباط وبطلت، رغم إنه فتحت المنصة الثانية اللي هي البيهانس والشيء مثل هيك. حالياً توجهي أكون صريح معك للبلوكتشين ديفلوبر، عم أحاول إني ألاقي مصدر أقدر أتعلم منه. للأسف الإنترنت ضايع، سواء كان المحتوى العربي ولا المحتوى الأجنبي، إنه تقدر تأخذ مسار ثابت تتعلم فيه البلوكتشين. لقيت فعليا موقعين او فينا نحكي رابطين. واحد هو كورس موجود على منصة كورسيرا، هو تخصص، تمام؟ من اذكر 4 كورسات 5 كورسات. الثاني هو على يوداسيتي. اليوداسيتي جدا غالي. هدول الاثنين اللي لقيتهم فعليا منظمين للبلوكتشين. الباقي كلياته مثل الداب يونيفرسيتي او شيء مثل هيك، بتفوت بفيديو بيطلعك بفيديو ثاني، فانت بتضيع. فانا فايت على هاي الرومز، وصراحة كثير انبسطت وقت شفت العناوين عشان اخذ منك ملخص. انا بعرف شو المشروع اللي عندك من المؤتمر اللي كنت راح تعمله بالاردن. فانت اعتقد عامل اشي بخص الايدنتيتي سواء كان للشهادات ولا لاي شيء ثاني. فانا جاي اخذ فعليا من خبرتك. لا حبيبي محمد، انا بتشكرك كثير، واكيد فينا نتواصل بعد السيشن اكثر. بس بدي أعرف من ريما ليش اجت على السيشن اليوم، وحنان وبيان، ما بعرف إذا بيان اسم شاب أو اسم بيان شاب، ما بيان شاب، فسامحني. شفت كيف درت دغري جيبك. بدي أسمع منكم يعني شو ليش أول شيء. ريما عندها سؤال. ريما عم تسأل، ويا ريت ريما لو تشاركي بصوتك، بس في كاتبت لك سؤال بالشات ويندو. أوكي خلينا نفتح الشات. فضل ريما. مرحبا هلا ريما. صراحة أنا ما عندي خبرة بالبيتكوين، بس أنا كنت مثل حشورة وبدي أعرف أكثر عن هيدا الشيء من خلال تجربتك.
كما بدي اسال اذا في لازم يكون في خبره من خلال كمبيوتر ساينس او كمبيوتر ساينس، واذا في مثل موارد او ريسورسز لحتى نتعلم اكثر. ثانك يو. تكرمي ريما. خلينا نبلش بالموارد. من بقدر يعني كتجربه شخصيه بقول جامعه تكون معموله بالمجمعات، فالوضع صراحه هو هارف. انا تكيفت من الناس اللي قدروا انه شنو قدروا انه يقاوموا الظروف دي و يعني يخدموا المجتمع بتاعهم. كمثال كان عندنا دكتور شغال معانا جنوب سوداني. اول حاجه هو كان شغال بعشر المرتب اللي بياخذوه زملائه السودانيين، لانه زملائه السودانيين كانوا بياخذوا بالدولار، المرتب بالدولار، هو بياخذ بالجنيه. أغلب المبادرات اللي عم يعملوها الشباب كانت عم تنشأ عن طريق الظروف المكان اللي هن عايشين فيه. مثلاً كان في عنا مداخلة من شيرلي صائر. شيرلي منا ساكنة بمخيم، هي ساكنة بسور جنوب لبنان، بس كمان كان المبادرة اللي هي بتحب تشتغل عليها هي كمان زيادة الأماكن العامة اللي بيقدروا تنزل الأشخاص تتمشى فيها، تحس بأمان وهي عم تمشي بهالأماكن. في عنا منصور، المبادرة أنا كتير حبيت المبادرة اللي عملها منصور الصراحة، هي بسبب التعليم الأونلاين اللي عم بيصير هلأ. منصور وبعض من رفقاته كانوا عم يقدروا يساعدوا الطلاب عن طريق التعليم الأونلاين ويوفروا لهم كورسز للمواد اللي لها علاقة بتعلم على الأدوية اللي هو اختصاص منصور. وعندنا آلاء، المبادرة اللي اشتغلت عليها هي مساعدة الطلاب السوريين عن طريق تعليم اللغة الإنجليزية لهم، تساعدهم يتجاوز المراحل الدراسية بسهولة، وبالإضافة لدعم الاجتماعي والنفسي لكثير من رفقاتها والمحيط اللي هي عايشة فيه. هاي باختصار المبادرات اللي حكينا عنها. إسلام وهبة، شكرا كثير. تي بتحب تلخص لنا موزج؟ طبعا بال السيشن نحن اللي عملناها حكينا عن أهمية التكنولوجيا بكسر الحواجز وباختلاف الأماكن اللي عايشين فيها، وشاركونا الشباب بتجربتهم مثل بيان طور عقود ذكية بتكنولوجيا الإثيريوم، ومحمد شاركنا تجربته بالتداول الرقمي وتجربته بعالم البيتكوين أيضا، والهواجس اللي كانت بكونه من الجنسية السورية ما بيقدر يعمل، نحن بنقول توثيق الهوية لا يقدر يستخدم هيك منصات. وعرضنا على الجميع أنه نحن جاهزين لنكمل الحلقة تبعيتنا ونعمل حلقات دراسية عن موضوع البلوكشين والبيتكوين بالاستخدامات المالية وغير المالية. يسلموا هبة. تفضلي هبة سالم. يلا بس عم ترجع هبة دهشة تفوت على السيشن. أنا هلأ كنت حابة أسأل بس كم سؤال نعرف عن تجارب هبة وتي وسلام أكثر. فعندي بس هيك ثلاث أسئلة ممكن أسمع من كل. أول سؤال كان إنه بس حد يعني فيكم تحكونا شوي أكثر عن شيء واحد أعطاكم أمل وساعدكم على الاستمرار
مثلا دافع ساعدكم تكشفوا العمل اللي انتم بتتميزوا فيه؟ فممكن نبلش مع اي حدا، سيء او سلام او هدى. ممكن انا الاول. هذا المشاركين حاليا يعني معنا. هبة بتحبي؟ فيني ابلش انا اللي من أول من قبل يعني أول من أول سنة جامعة، وأنا كتير بشتغل بالتطوع لمساعدة أهل المخيم، بس كان أكثر تطوع بتعليم اللغة الإنجليزية بمدارس الأونروا. يعني قعدت على السنتين كل صيفية أشترك بالبرنامج الصيفي لتعليم اللغة الإنجليزية. يعني من أول الطريق وأنا دائماً على الأرض، دائماً مع العالم، بعرف شو احتياجات المخيم. بس اجت الجامعة والماجستير، فحسيت حالي انه قادرة ساعد. فهذا هو الشيء اللي مثل اعطاني الالهام لقدر كفي، بالاضافة لتيجي اكتر على الشخصية كمان. انا عندي قصة الطموح وقصة انه دايما عنيدة، يعني انا بدي اوصل للفكرة بدي اوصل لها. فهذا هو اللي ساعدني اكتر من ناحية الشخصية ومن ناحية كيف كانت تجربتي بالجامعة لو وصلت لهون. شكرا كثير ايبا. اي او سلام تحبوا تشاركوا؟ انا بشارك الرأي لهبة، وانه التطوع هو يلي فعلا يعني مثل ما بيقولوا رجعني لجذوري وارجاني انه لا، في الحياة فيها تكون أسوأ بكتير من ما انا توقعت. مثل ما بيقولوا نشكر الله يعني انه انقضت بالحالة اللي انا كنت فيها، وانه يمكن كانت تكون الحالة أسوأ. فهيدي كانت هي نقطة التحول بالنسبة لي. طيب بالنسبة لي كنت دائما بحاول شوف انه الانسان هو المحرك لحياته، ما هو الظروف، ما هي اراء الناس عنه، ما هو المجتمع اللي عايش فيه. فبغض النظر، برجع بقول بغض النظر المكان اللي انا فيه وشو هو، بدي اثبت نفسي وبدي set an example، يعني انه الشخص ما ممكن الظروف تسوقه، هو ممكن يطوع الامور في حياته ويمشي فيها. شكرا لك. طيب هلا اذا يعني فكرت بذكرياتكم او ذكريات رحلتكم، فيكم تحكوا لنا على ذكرى معينه حلوه او بتعني لكم؟ ثبتكم انا برجع ببلش. يلا تفضلي. انا الذكرى اللي حولت طريق الكارير اللي أنا ماشي فيه هي لما قدمت أنا على الماجستير بالجامعة. كنت عم بشتغل بمكتب هندسي، وكان عندي شغلي وكل شيء ماشي رواء. فقررت، كان عندي إنه هدف الماجستير من قبل ما بلش شغل، فبس قدمت وانقبلت تركت شغلي وكفيت بالجامعة. فمثل فضلت التعليم على الشغل لأنه كان عندي هدف بدي أوصل له. هي الذكرى اللي بتذكرها، يعني كانت هيك تيرنينج بوينت بطريقه صارت لا اقدر اوصل للهدف اللي انا مطمح له. حنرجع نفس الترتيب بما انه هبه حكيت عن الماجستير. افضل ذكريات 5 سنين اللي مضت، وخاصه بفتره اللجوء، كانت هي وقتها حصلت على الإذن لعمل ماجستير بعالم العملات الرقمية. ولأني كنت مآمن أنه ما حقدر أطلع من اللي أنا فيه إلا إذا حسنت من يعني من السكيلز اللي عندي إياها، الخصائص اللي عندي إياها، وحسنت درجة التعليم اللي عندي وزدت عليها. فحصولي على قبولي بالجامعة، وهي جامعة أونلاين كانت، يعني الدراسة فيها كانت أونلاين، قبولي بهذه الجامعة بهذا البرنامج كان فعلا أفضل نهار. طيب بالنسبة إلي، واحدة من أكثر الذكريات اللي خلتني أمشي
أول مرة قبلت في الجامعة كان أنا فقدت الأمل أن أدرس بالجامعة في السودان، لأنه قبلوني بقسط عالي جدا، كان $2,000 بالنسبة لي، أنا بشتغل كل سنة ما بطلع $2,000. فمجموعة من أصحابي عملوا لي فاندريزين وجو عطوني مصاري، فأنا وقالوا لي هاي أنه نحن منا إلك، أنت بتشتغل شيء كويس، فبدنا منك أنه أنت بس تساعد اللي بتقدر عليه في المستقبل. فهاي كان بالنسبة لي محرك كتير كبير أنه اشتغل بالتطوع زيادة وأكثر لقدام. طيب، وآخر سؤال، لو عندكم شيء واحد تحبوا تقولوا للصبايا والشباب اللي معنا اليوم، أو لأي صبايا وشباب لاجئين اليوم، شو بتخبروهم؟ أنا حكيت قبل بالبريك أوت روم اللي كنا عم نحكي فيها، كنت عم بنصح الشباب أي حدا عنده مبادرة لتحسين المكان اللي هو عايش فيه، شو ما كانت المبادرة، يبلشوا بأفكار صغيرة، لأن على المدى البعيد تقدر تخدم أشخاص أكثر وتكون مستدامة أكثر. فأي حدا عنده هدف مبادرة يكون أهدافها واضحة ويشتغل عليها ويبلش، ما ينطر، ما يقول أنا بعد سنة بدي بلش، يبلش اليوم، لأنه مع الوقت تتطور الأفكار، تتبلور أكثر، ويضلوا مصرين على هدفهم. يعني قد ما واجهوا عوائق، هذا الشيء أكيد ما لازم يحدهم أبداً أبداً، يتخطوا العوائق كلياتها ويتحدوها ويأخذوها كفرص لإلهم، ليثبتوا لإلهم لشخصهم وللعالم اللي حواليهم إنهم قادرين يوصلوا. فأنا أول شيء فخورة كتير بالأشخاص اللي معنا اليوم عن طريق البريك أوت روم اللي حضرتها، جداً ملهمين الأشخاص اللي معنا، وإن شاء الله بتحققوا كل الأهداف اللي ببالكم. هبا، أنا كمان بدي يعني كمل من المطرح ما وقفتي، إنه الشدائد والأوقات الصعبة هي بتطلع بالإنسان أفضل ما لديه، وما لازم نتطلع على، يعني أكيد المشاكل بتصير والمصائب بتصير، ولكن دايماً في فرص من بعدها، ولاقتناص هيدي الفرص مثل ما قالت هبة، بلشوا بشيء صغير وما تخافوا تسألوا أسئلة وتسألوا عن المساعدة. يلي بده مساعدة ما حدا يستحي، ما حدا يخاف، واللي عنده أسئلة كمان يعني يسأل ما يخاف. وأكبر إثبات على يعني انه انتم فعليا عم تقتنصوا الفرص هو حضوركم اليوم على هيدي السيشن. فهيدا اثبات اول شيء، وبهنيكم فيه انه انتم اخذتوا المبادره انكم تجوا على هيك حصص، وبس بتمنى بالحصص الجايه ما حدا يخاف يسال اي شيء عنكم، يا ايش اي شيء بيخطر على بالكم اسالوا، ما تخافوا. شكرا يا تيو يا هبة. بالاضافه للحكي اللي حكيته، في عندي نقطه دائما بركز عليها، انه الاشخاص ما يلعبوا دور الضحيه. لعبك لدور الضحيه او انه انت الشخص اللي كل الكون متآمر عليك، ما حيخليك تمشي لقدام. طريقه التفكير اللي بتخليك بهالطريقه بترجعك لورا، ما بتقدمك لقدام. ولو طلبت المساعده، اعرف المساعده تطلبها شو هي، لانه لما تطلب المساعده مفتوحه هيك، ما في زول بيساعدك، ما في شخص بيساعدك. فاعرف شو بدك واطلب المساعدة، وبغض النظر المكان اللي انت فيه، انت بتقدر تعمل اي شيء بدك. شكرا. هلا نحن حابين يعني نسأل كل حاضرين عنا، اذا فيكم يعني عندكم افكار لمبادرة او شيء حابين تطبقوه او تطلقوا، فيكم تبلشوا تفكروا مثلا حدود المجال اللي انتوا يعني إلها حاجة حواليكم، مثلا تعليم أو البيئة أو الأعمال. شو يعني شو بتحسوا هي الشيء اللي ممكن تحسن حياة العالم اللي حواليكم؟ عندكم تصور الموارد اللي تحتاجوها. فحابة أعرف منكم، في حدا عنده أفكار كيف فينا كلنا نجي ونساعد بعض، كيف فينا نتواصل مع بعض ونبلش نفكر مع بعض مثل ما حكينا اليوم، وكيف فينا نبلش يعني بعد السيشن اليوم نحكي ونكمل؟ فإذا حدا عنده أي أفكار ممكن يشاركها،
وإذا حدا عنده كمان أي سؤال لسلام أو شيء أو هبة عن تجربون فيكم تلاقيكم. السلام عليكم. لعل الفرصة في الغرفة التي كنا فيها مع الأخ سلام لم تسمح للحديث أكثر. أود القول بأن الهمة إن وجدت والإرادة تتغلب على كل الصعاب ويقضى على المستحيل ذاته. المعضلة اللي نواجهها خصوصا بعد مفارقتنا لل مسقط رؤوسنا وانتقالنا إلى بلدان أخرى كان فقدان مسيرة التعليم. هل تسمعوني؟ أنا نسمعك. أقصد لو التقيت بناس عرفناهم في الفترة الماضية هنا في الأردن وكنا موعودين بمنح لمواصلة الدراسة العليا، للأسف تفاجأنا أيضا بتغير الأمور. التكاليف في الجامعات باهظة جدا، العمل أيضا الذي ممكن يتوافق مع خبراتك وقدراتك وخبرتك لا تكاد يعني تحصل عليه لأسباب يعني وضع الوطن العربي كله. حاولنا كثيرا مع أترابنا ورفاقنا من الزملاء الذي خرجنا مع بعض نتساءل ما الذي أوصلنا لهذا الحال بشكل كلي، تشخيص واقع من أجل المشاركة في وضع الحلول. الرحمة كانت الخيار الأول، كيف نستطيع نجسدها بحياتنا الفردية والشخصية وكيف نستطيع نعممها بشكل كلي؟ من المستحيل أن يكون المجتمع بعقلية واحدة وتفكير موحد، هناك تباينات، هناك اختلافات في الرؤى، في الميول، في المعتقدات. كيف نستطيع نلتقي بقواسم مشتركة سواء في بلداننا الذي فارقناها أو في الأماكن التي نتواجد فيها ونقيم فيها؟ اضطريت أن أعمل لأنه فقدنا رواتبنا التي كانت موجودة في اليمن بأسباب الحرب، وكل موظف في الدولة تقريبا من 5 سنوات بلا رواتب إلا النزر اليسير، وكل جماعة تصرف لأصحابها. وجدنا المجتمع الأردني للأمانة مجتمع مضيف ومتقبل للآخر، الجنسيات المتعددة هنا تفوق 52 جنسية، في نوع من التفاهم، في نوع من القبول، لكن الوظائف التي تناسب مع شهاداتنا لم نحصل عليها. واضطريت مع أني عندي بكالوريوس شريعة وأيضا علوم عسكرية متخصصة، أيضا عملي في مجال الإعلام من 2009 كصحفي كاتب صحفي، وأسسنا منظمات وجمعيات عدة وسلمناها لزملاء ممن نشعر أنه عندهم كفاءة، و العمل لا زال حثيث حتى اللحظة. وجدنا فريق كايرون الذي عرفنا بهذه المنظمة، عندهم إمكانيات حلقة الوصل ما بين الطالب اللاجئ والجامعات، أيضا مهتمين بتجميع الدورات الأونلاين من مختلف المنصات والجامعات سواء داخل الأردن أو خارجها كمسهل. لكن أيضا الصعوبة، يأخذ مني مثلاً أنا 11 ساعة في العمل، كم تستطيع يعني غير هل تستطيع تذاكر، تدرس، تناقش، تتواصل، تتحاور بالبقية الساعات، متى تنام، تأكل، تصلي، ففي نوع من بذل الجهد أكبر من يعني بذل جهد كبير من أجل تحقيق الأمل والمنى. اللغة الإنجليزية أيضاً كانت عقبة ما أسسنا أنفسنا بها من الصغار، كنا مهتمين بالجانب العربي. هذا ما حبيت أني أطرحه لكم، وفرحت جدا وشعرت بسعادة بوجود أمثالكم يعني من بيئات مختلفة، وعشتم تجارب فيها الحلو والمر، ولعل المر فيها أغلب، لكن الإرادة هي الذي توصل الإنسان لما يريده. أنا سعيد جدا أول ندوة حضورها معكم، إضافة التقينا بالأستاذ راما مع فريق كايرون،
وأيضا يوم الأربعاء. فللأمانة أشعر بأمل كبير بوجودي بينكم، وعلى أمل أن أستفيد منكم وأيضا رهن إشارتكم بما أستطيع تقديمه. شكرا جزيلا عمر، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، ونحن سعيدين بوجودك معنا. شكرا. إذا ممكن نعطي مجال لأي حدا تاني إذا حدا بده يضيف إضافة سريعة. خديجة يمكن كان معنا. شكرا كمان مكرر تكريرا لك لعمر. أنا ألا من خديجة، بس دخلت من رابط خديجة وطلع الاسم خديجة. هو كان السؤال إنه نعمل شيء يطور البيئة اللي حوالينا. إجمالا هنلق بعد ضربة بيروت صار في بالبقاع جمعيات كتير نشطة، منظمات كتير، يعني عددها كتير كبير. حاليا راح انضم لوحدة منهم وانزل على بيروت. العائلات المحتاجة راح نوزع عليها أكل وماء. وفي أماكن مثلا مثل الجامعة اليسوعية لازم ننزل مثلا نعمل فيها حملة تنظيف، مع نشيل يعني حجارة كبيرة وقعت على الأرض. هاي يعني من ضمن المنظمة. هاي بالنسبة للعمل اللي ممكن نعمله حاليا بالظروف البلد حاليا، يعني أكثر من هيك ما فينا نعمل. بعدين بنفكر شو الحاجات اللي ممكن نعملها، مثلا مثل التعليم. أنا دخلت من قبل سنتين أكسس عن طريق السفارة الأمريكية، عملت كتير أعمال فيها مثل زراعة الورد، عملنا مكتبي، يعني كل هؤلاء الأفكار حاضرين وموجودين، بس حاجة لتمويل بالنسبة للبقاع مو لبيروت. هاي بالنسبة للسؤال اللي سألته جاوبت عليه. شكرا كتير، يعطيك العافية. في أي حدا تاني، يعني في حدا تالت بريدي؟ مريم منصيرات تفضلي. يعطيكم العافية جميع. هو صراحة في تعقيب على كلمة للمدام راما حكتها لما كنا بالغرفة، حكت لنا روحوا على غرفة الاجتماع الأساسية، بعدين حكت لنا روحوا على الطلبة. فهاي يعني كلمة عطتني شعور يعني غريب صراحة. حبيت الكلمة، يعني صراحة ما بعرف، شعور فرح، شعور حسيت إنه هذا بيت ثاني إلنا غير عن البيت اللي نحن عايشين فيه. بصراحة يعني شكرا على هالكلمة اللي يعني أعطتني إياها باجتماع اليوم، إنه تظل معي لاجتماع المرة الجاية. يمكن ما سمع، أنا ما سمعت شو الكلمة. ونس إيش فيك ترجعي تعيديها بليز؟ لما حكيتي لنا روحوا على الصالون. يا أهلا وسهلا فيكم بصالون، صالونكم هذا بيتكم ومطرحكم. هبة تفضلي. سوري أنا الحديث إليك هبة سالم. لا، هبة اضطرت تروح عندها اجتماع مع السوبرفايزر تبعها، فأنا بعثت لك على الشات إنه فينا نكمل بعتقد للسلايد الأخير. بمعنى إذا عندك أنت وأمل وسهى تصور للمرحلة المقبلة بكلمتين ثلاثة جملة كل واحدة، إنه وين بدنا ناخد خلينا نسمع أول شيء من أمل يمكن وسهى وبعدين أنا بحكي. تفضلي أمل. شكرا كثير. للأمانة أنا حابة إنه نكون ضمن مجموعتكم وضمن الوركشوبس اللي بتعملوه وضمن الاجتماعات اللي بتعملوها، لأنه بجد الروح اللي موجودة ما بنلاقيها في كل مكان. This is pretty much from my end. شكرا يا أمل. يا أهلا وسهلا فيك. دائما في نحن دائما بنقول أهلا وسهلا، بس ما بعرف إذا بتعرفوا أنتوا إنه هي قدمتم أهلا وواطئتم سهلا، وفعلا أنتوا كلياتكم قدمتم أهلا. يعني كتير سعيدة أنا بوجودكم كلكم. سهى تفضلي، شو تطلعاتك للمستقبل بعد هالمكالمة؟ أول شيء بدي أشكر كل الشباب اللي تحكوا، تي وسلام وهبة تجربتهم، ولا الشباب يلي تفاعلوا كمان بالجلسة، كانت كتير كتير، عطت أكتر ما تخيلت بصراحة كيف ممكن يكون في تفاعل. بحب إنه نحاول إنه نمشي لقدام أكتر قد ما بنقدر، إنه ما نوقف عند هاي الجلسة. أي حدا عنده أسئلة بالمواضيع يلي سمعتوها أو حب اطلاع أكتر، حتى أي حدا عنده مبادرة. الشباب طرحوا بالغرف أو قبل ما يرجعوا على الصالون إنه هن جاهزين بعد هالجلسة إنه هن كمان يجاوبوا على الأسئلة.
تي حتى قال انه هو جاهز في بعض المنح انه ممكن اذا هو رشح حدا فهو ممكن يدعموه، مثل ما حكينا انه ما توقفوا عن طلب انه التقدم بالمبادرات والافكار اللي عم تعملوها، الكل موجود ونحن بتخيل عم نخلق دائرة كتير كبيرة وحلوة من الدعم لبعض بمختلف أماكننا، بمختلف نحن وين، بمختلف جنسياتنا. فشكراً كتير للكل، وبتمنى أنه تتواصلي سواء كان عن طريق VIP.fun أو عن طريق Migration Jam، ما تتردد وتسألوا الأشخاص عن مساعدات، وإن شاء الله بنقدم أي شيء بنقدر عليه. أنا كمان كنت كتير سعيدة أن أكون موجودة معكم اليوم وأنه نقدر نعمل شيء. الإيميل كمان في بعتته، يمكن راما شكرا كتير إليك حطته، سوري رشا، فأي شيء بتحتاجه كمان فيكم تبعتوه لرشا، نقدر نظبط هذا النتورك. شكرا كتير. Okay. فإذا هلا آخر شيء أنا بحب أعطي كم فكرة عن اللي انحكى واللي سمعته انحكى. أولا إنه في اهتمام إنه نحنا نتحول من مجتمع بس عم يحكي لمجتمع عم يعمل ويفعل، فهذا الشيء كتير بيسعدني الفعل. ثانياً إنه ما يكون في أي حد لأعمالنا وأفكارنا. ذكر سلام يمكن أو حدا كتب هون بالشات إنه شكسبير قال it's to be or not to be. أنا بقول في نوعين من الأشخاص، those who do and those who don't. يا أما شخص بيعمل أو ما بيعمل، بس نص الطريق ما في وكل شيء له يعني أعذار وما أعذار، معناها الشخص ما عم يعمل. ثالث شيء إنه يعني حلو كل واحد منا يبدأ مبادرة، بس كمان حلو نتكاتف مع بعض ونشتغل مع بعض. فأنا دائماً بفكر إنه قبل ما أقدم على شيء، هل في حدا تاني عم يعمله ممكن شاركه، استفيد منه، ساعده؟ لأنه إذا بنينا مع بعض كتير أهم من إنه كل واحد منا عم بيلعب بملعبه. طلع عنا مثل بالعربي بيقول اللي بيلعب لحاله بيرجع راضي، بس أكيد نحنا ما بدنا نلعب لحالنا، منفضل إنه نلعب مع بعض كفريق. وما شاء الله عليكم يعني خيرة الأعضاء الفريق. هلأ بالنسبة للمرحلة القادمة، يعني يا ريت لو الكل يتدبر ويفكر باللي سمعه ويقول طيب أوكي أنا شو فيني أقدم وكيف فيني أتعاون وشو اللي محتاجه لأقدر أمشي للمرحلة القادمة. هل أنا محتاج دعم مادي؟ هل أنا محتاج ناس إنه يوجهوني؟ هل أنا محتاج تعليم زايد؟ ولو حبيتوا تكتبوا هذا الشيء شباب أدسيد وشابات أدسيد يعني على المنصة، إن كان يعني private بالتعليق تبعكم على يعني من شو private خصوصي يعني خاص يعني على الخاص شيء على الخاص، أو اللي بيحب يحطه كمدونة ليعزم ناس تانين يشاركوا معه. ما بتعرفوا منين ممكن يجي الدعم، ممكن منا، ممكن من ناس من الشركاء تبعنا، وممكن من الأشخاص التانيين اللي تواجدوا معاكم. أنا يعني سمعت مثلا أحمد خروب ممكن نساعدك بتدريس الأطفال، سلام ممكن نتساعد مع بعض ببعض المبادرات اللي عم تشتغلوا فيها، وحتى التكنولوجيا كتير سعيدة أنا أنه عم نحكي بال بلوكتشين والبيتكوين، وإذا بدأنا مسيرة أنه تعليمية بهالمجال ونقدر نكمل فيه. وبتمنى أنه كمان يعني نحن كنا مفكرين إذا حطينا مثل طرحنا سؤال أونلاين، هاي الأسئلة اللي انسألت بثلاث غرف، وخلينا أي حدا بده يضيف عليها أفكار يضيف عليها لتبدأ بناء يعني سلسلة معينة ممكن أنه نتجه هذا التوجه. فللتلخيص، أولاً مدونة public، ثانياً على الخاص على منصة أدسيد، وثالثاً إذا حبيتوا فكرة أنه نبدأ هاي الأسئلة وبس نحط عليها أجوبة أونلاين على صفحة ونشوف وين بياخدنا السؤال والجواب، ممكن كمان نتجه هذا الاتجاه. وبالملخص شكرا كتير كتير لكم. ما بعرف شو بدنا نعمل بعدها، هي انتهت جلسة.
لا اذا حدا عنده شيء، عندك امل شيء تقولي، بتحبي تقولي شغله كانت شيء رائع والله العظيم انه انا احيانا دمعت عيوني. خليني اقول هاي الكلمه راما، بس خديجه يمكن بدها تقول كلمه، خلينا نعطيها اياها. يعني حققت كل شيء كنت بتمنى يتحقق من هالجلسه. اذا بحب اقول لشبابنا شغله ثانيه صغيره، وبشكر كل واحد من اللي حكوا لانه عطوهم هالفرصه، انه احكوا انتم مبادرين. يلي راما عم تحاول تعمله، ونفس الشيء اللي عم تحاول تعمله أمل، إذا بيصح لي أحكي كوحدة، يعني عندي فكرة صغيرة عن اثنين، هو إنه تصدقوا أنتم إنه لكم محل فيه، لكم صوت فيه، وإنه أنتم لستم متلقين فقط، لا للمعرفة ولا للآراء ولا للأوامر ولا للتوجيهات. كل ما هو مطلوب منكم إنه تسمعوا وتبادروا، وتسمعوا وتبادروا. أنتم حركة، وانتو حركة للمستقبل. اذا بتضلوا بس اللي بيسموه at the receiving end، يعني كأنه انا حاطة انا الميكروفون عندي وانتو بس عم تسمعوا، بعمركم ما بتتقدموا خطوة. وهذا اللي اكدوه، اللي اكد عليه فعلا تجربة كل واحد من اللي حكوا اليوم، تي وسلام وهبة. وارجوكم انه لما الانسان بيبطل يكون مستمع ومتفرج وبيصير فاعل، بيصير بيخلق المشروع. يعني في كلمة بالإنجليزي بتقول jump and the net will happen، إنه أنت نط وشبكة الأمان بتخلق من تحتك. أمل عملت هيك، ورامة الشقي عملت هيك، وسلام وتي وهبة دهشة عملوا هيك. أنا لا، I did not jump. أنا وزني 200 pounds، I don't jump. فبس بوعدكم هاي آخر شيء بس كنت محب أقوله. شكراً للكل عن جد، وسوها شكراً جزيلاً على كل الجهد اللي نحط وسوها وهبة سالم حقيقةً اشتغلت كتير، وكلكم يعني كنا كتير كتير ممنونين. شكراً لكل حضوركم. خديجة عندك آخر شيء، سؤال تعليق وأغياد بعدين، أو عفواً مو خديجة، آمنة. ألا عفواً، تفضلي ألا. هلا عندي تعليق، يمكن هو انتقاد بس ما حقوله، بس ان شاء الله ما تزعلي مني، انه كذا جلسة عم تحاول يعني خلونا نتعايش مع كلمة لاجئ بحيث ما تأثر علينا ابدا، بس نحن فعليا هاي يعني ولا مرة حسينا فيها، ويعني ما انا بحاجة لها، انه هاي نحن متجاوزينها، يعني حتى بكل سهولة بكل مرونة تجاوزناها من غير ما تأثر سلبياً علينا أبداً. بالعكس نحن فخورين بهيك تجربة، إنه تعرفنا على ثقافات جديدة. وأنا أفضل هلا قين لو صح لي فرصة إنه أسافر على كذا دولة، لو بدهم يقولوا لاجئة أو ناسحة أو اللي بدهم إياه، بس أنا المهم أنا أشوف شلون بنظر لنفسي. هاي شغلة إنه عم تعملوا لنا جلسات كثيرة عليها، فهلا هي حلوة، والحلو فيها إنه تعرفت على قصص ثانيين، بس يعني عندي طاقة لأتعرف لبعدين شو بدنا نسوي، إنه نبلش بأشياء جديدة. هاي شغلة. تاني شغلة إنه محددين اللي نحن بدنا إياه، وشو بدنا، وشو اللي محتاجين، وشو العوائق اللي أنت قلتلنا هلقين نركز عليها. هاي الشغلة التانية، إنه مثلاً أنا كتير قاري كتب علم النفس، بس بحاجة لمرشدة نفسي إنه هي تعلمني كيف أنا استخدم هاي المعلومات في حالة فيها أكتر وفي غيري، أو مثلاً لشغل اشتغله أونلاين اكتب منه مصاري لحقق أهدافي. ما بدي حدا يدفعني مصاري وروح حقق، لا أنا بدي اشتغل وطلع مصاري وأنا اللي بدي حقق باقي أهدافي. هيك هو الثلاث نقاط اللي كنت حابة أقوله، وبشاري إذا عشتكم بشيء بأي. شكراً كتير إليك ألاء، وأكيد يعني أهلا وسهلا فيكم، أي حدا بده يعطي نقد بناء، نقد أي شيء كتير بيفيد. وأكيد مثل ما قلتي في بعضكم بالمرة ما أنا متأثر بهاي الكلمة وبناشدكم، وفي بعض متأثر وبدنا أنه نعالج هذا الموضوع معه، وفي البعض ممكن يستفيد بس أنه يشوف كيف ممكن هاي الكلمة تكون أو هاي التسمية تكون دافع له لأنه تحقق آماله مثل ما حضرتك حابة تعملي. فشكراً كتير إليك، وأكيد عم نعمل جلسات تانية عم بتساعد. يعني من يومين كان عنا جلسة إنه على كيف نعمل مدونات، وحكينا إنه هذا خطوة بس بسيطة لإنه الواحد يبدأ يعمل مصاري أونلاين. فمشاركتك دائماً نستفيد منها، أهلا وسهلا فيكي. كان أغراض
تفضل. نعم. أهلا محمد. بداية صراحة بالنسبة لجلسة اليوم ففعليا أنا أحد الأشخاص اللي انصعقت بالرومات اللي شفتها. يعني أحد المواضيع اللي فعليا أنا مهتم فيه كتير هو كان البلوك تشين اللي كان عامل لي فعليا مثل هو مش قلق تمام بس كنت ضايع فعليا. فوقت شفت عنوان الروم الثانية اللي هي البلوك تشين فأنا كثير انبسطت، وقت شفت الشخص اللي عم يقدمها تمام انبسطت أكثر فعليا. توفيق هو واحد من الأشخاص اللي كنت أنا رح ألتقي فيه من سنتين بمؤتمر هون بالأردن وسجلت فيه لهذا المؤتمر، بس لأسباب ما صار هذا المؤتمر. فالإشي اللي انبسطت منه كثير اليوم إنه فعليا شبكت معه، لقيت الشخص اللي رح يبني لي مساري. يعني أنا إلي فترة ضايع عم أدور على ماسترز للبلوك تشين، أنا بتخرج بعد 10 أيام كمبيوتر ساينس ومش قادر ألاقي الماسترز فينا نحكي الصحيح للبلوك تشين. فهذا الإشي اللي طلعت منه من جلسة اليوم بإشي أنا مش متوقع، مش فايت ومش عارف إنه في هيك جلسة. الإشي الثاني اللي حاب أقدمه تمام، هلا أنا بشتغل ضمن مؤسسة تمام، مؤسسة ألمانية أسسوها شباب سوريين اسمها تجمع الشباب السوري. نحن ضمن هاي المؤسسة بنقدم فينا نحكي زي الشراكات أو المنح أو الخدمات التعليمية للشباب السوري أو للاجئين بشكل عام فعليا، مثل شراكتنا على منصة كورسيرا بتتيح للأشخاص ياخذوا أي كورس فينا نحكي ضمن هاي المنصة عدد من الكورسات، شراكتنا مع دولينجو بحيث أنه نحن نغطي تكاليف الانجليش تيست لدولينجو، شراكتنا مع شركة اسمها بابل تمام لتعلم لغات. في عدة صراحة شراكات تعليمية، فإذا مهتمين بهذا الإشي بنقدر نفيد فيه طلاب التيتس أو أي حدا مثلا مهتم بهذا الإشي. هذا اللي حبيت أشارككم فيه. شكرا لك محمد أغيد، وحطيت لك هلأ رابط لأونلاين كورسز من MIT بالبلوكتشين، وممكن في منه يكون مجاني وممكن بعضه بده مصاري، وممكن أنه تعمل حملة لتروج المصاري على أدسيد. فآخر حديث لرفا وبعدين بدنا ننهي لأنه طولنا على المجموعة. تفضلي رفا. رفا طيب، سعيدة كتير اليوم أني أنا معكم، يعني شكرا على المساحة أو العيلة يلي أعطيتونا إياها بصراحة واللي أنا حاسة فيها. يعني هقول كم شغلة بس قبل ما أقولهم بدي أعتذر لو ابني طلع أي صوت، وهذا اللي مخليني كل الوقت عاملة ميوت والآن أنه ابني يبرز وجوده. يعني طيب أنا بصراحة دخلت من باب الفضول على السيشن القصيرة تبع توفيق، لأنه أنا بسمع عن الموضوع كتير بس أنا مالي عارفانة هل هو حقيقي ما له حقيقي، شو ممكن يفيدنا نحن كلاجئين أو أنا كشخص بشتغل مع أعداد كبيرة من الناس. بصراحة أكتر كلمة أثرت فيني بالسيشن اللي أعطاها توفيق لما قال أنه نحن محتاجين نساء بالعالم العربي متمكنين ماديا أكتر، فحسيت قديش يصل لي أنا أكتر من 5 أو 6 سنين عم بشتغل مع السيدات، حسيت قديش أنه نحن لما عم نشتغل بالتمكين مع السيدات دائما بننظر له النظره يلي هي محدوده، يلي تعوا نعلمهم كروشيه او اي مهاره يدويه، وما بنطلع انه لا هدول الناس ممكن يكونوا ياخذوا فرص او خطوات اكبر مما نحن متخيلين. فشكرا توفيق على يعني هيك على الضوء اللي اعطيتنا اياه. كنت بدي اقول كمان شغله كتير عجبتني وهي عجبتني على صعيدي الشخصي وهتعجب اكثر الفريق لما ارجع واقول لهم اياها، لما بس بدي اقول الاسم، لما استاذه راما قالت انه اما شخص بيعمل او شخص ما بيعمل. أنا صلي فترة محبطة لأنه نحن لما بنشتغل مع المجتمع أول نقطة نحن عنا مشاكل كتير وتحديات كتير كبيرة، زائد المشاكل اللي نحن بنكون حاملينها لمجتمعنا مع الوقت بتسبب ضغط كتير كبير نحن ما بنكون حاسين فيه، مستمتعين بالتجربة أنه نحن عم نساعد غيرنا بس ما بنقدر نفصل بين أنه في شعرة بين أني أنا ساعد الآخرين وبين أني أنا ساعد نفسي. فشكراً كتير على كلمة أنه شخص ما بيعمل، لأني أنا حسيت أنه فعلاً كل
فترة الكوفيد 19 أو فيروس كورونا أنا كل الوقت قاعدة عم حط أعذار وعم أقول أنه أنا خلص تعبت ما بقى أدران أكفي. لا أنا هلأ عم أقول أنه لا أنا فعلا كنت بفترة كوفيد 19 أنا شخص ما عم يعمل، فأنا بدي روح وأرجع للشخص اللي بيعمل. آخر واحدة أنا بعرف طولت عليكم، وبدي أقولها هاي لا خالة رشا مثل ما بيقولوا الكل، أنه أنا هلأ بدي خلص من اليوم وبدي أرجع نط، لأنه أنا حسيت أنه في شبكة أمام مستنيتني بس منتظرتني أني أنا نط. أنا وزني كمان يمكن كتير بس أنا مالي قلقانة أني أنا ممكن نط والشبكة الأمان تساعدني حتى لو وزني تقيل. شكراً كتير على كل الطاقة، وشكراً للرائعة يلي دعتني وتذكرتني ويمكن طلعتني من الشغلات الكئيبة اللي أنا هلأ حاطة حالي فيها. حبيبتي أمل، شكراً كتير. يعطيك العافية، شكراً لتعليقاتك رفاق. بحب بس أقول لك كل السيدات اللي موجودين معنا على المكالمة إنه تاريخياً بعد كل حرب النهضة اللي صارت من قبل السيدات، أولاً لأنه السيدات هن بيكونوا يعني للأسف الحرب كتير بتاخد أرواح وبتحبس رجال وإلى آخره، فرجال بتضرروا أكتر من السيدات من هالناحية. وتانياً لأنه يعني كل شعوب العالم علاقة الرجل بالوطن كأنه الوطن أمه ولا الوطن زوجته، فللأسف لما الوطن يغتصب الحالة النفسية اللي بيدخل عليها الرجل كتير أسوأ مرات بتكون من الحالة النفسية تبع المرأة. والمرأة يعني بيولوجيكلي نحن مدربين على أنه نحن نرعى أولادنا، وأنه فهذا الشيء يعني طبيعي، جزء من الطبيعة. مو معناها أنه ما في رجال عم تشتغل، لا بالعكس في كتير عم بيساعدوا يشقوا الطريق، بس نسبياً وتاريخياً كل الدول اللي وقعت بحروب النساء هن اللي رفعتها. فهذا الدور الريادي يعني لابد منه للمرأة العربية الآن. الشيء الثاني أنه أنتوا يعني مهما ممكن أنظر للموضوع نظرة سلبية، برجع بتطلع إيجابياً أنه تخلصتوا من العفن اللي كان موجود للأسف ببلادنا، لأنه في كان كتير سنين ورا سنين ورا سنين من المشاكل يلي ما تعالجت. وهلأ يعني مع كل الاضطرابات اللي صارت عم تبدو بدون هال شو بسموه العقبات أو التاريخيا يعني اللي كنتوا ملزمين فيها، إن كانت ماديا أو معنويا أو يعني مثل كأنه انحرقت الغابة وهلأ بده يطلع منها الأشجار الصغيرة. فأنتوا أمل للمستقبل، وأكيد في كتير مجالات جديدة ممكن تشتغلوا عليها، وأي حدا منكم عم يدرس تكنولوجيا أو لا بنصحكم تاخدوا دورات تقنية تتعلموا بلوكتشين. مانو صعب التعلم، لأنه هذا هو المستقبل، وكل واحد منكم لازم يكون عارف كيف يتعامل مع المستقبل اللي هو التكنولوجيا جزء لا يتجزأ منه. وآخر شيء بحب أقوله أنه العقل السليم بجسم السليم. كلياتكم طلعوا عملوا رياضة، تمشوا، بدونه ما بتقدروا تحسنوا يعني فكركم ولا مشاعركم. إذا ما دبرتوا بالطبيعة وبالرياضة، حتى لو صحراء، حتى لو شوب، حتى لو شو ما كان، نصيحة مني لكم إنه تهتموا بأجسامكم مثل بعقولكم. وصار كتير طولنا عليكم يعني 40 minutes 40 دقيقة، بس لا الحديث ما بيمل منه ومنكم. إن شاء الله إلى اللقاء بالجلسة القادمة، وأهلا وسهلا فيكم. الله يعطيك العافية ست رامو. الله يعافيكم، أهلا وسهلا فيكم، وإلى اللقاء الجلسة. إلى اللقاء، حفظكم الله، في أمان الله. مع السلامة جميعاً.